حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. درعا مدينة تنخل، آثار الدمار ناجم عن إلقاء براميل متفجرة على مدينة تنخل، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. درعا مدينة تنخل، تدمير منازل المدنيين بالكامل، استهداف المدنيين ببراميل متفجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، تدمير منازل المدنيين بالكامل، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. درعا مدينة تنخل، حسبنا الله ونعم الوكيل.